سيدنا الرئيس الأول، هذا المسؤول القضائي أخي وزميلي تقلد مجموعة من المناصب في إطار مسؤولية قضائية في بداية بمحكمة ابتدائية بزيرورة، ثم بمحكمة ابتدائية كراديس، محكمة ابتدائية الراشدية، ثم رئيسا بالمحكمة الابتدائية بالكراسرة، وأخيرا بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، إلى أن وافق الجلال الشريف الملك محمد السادس نصره الله عليه أعطى الموافقة لتعيينه بتقدم مهمة رئيس أول بهذه المحكمة. فليتفضل بهذه الكلمة. مشكور. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. سيد وكيل الملك المحترم، السادة المسؤولون القضائيون والمستشارون رئاسة ونيابة عامة، السادة القضاة، السادة المتدخلون الأفاضل، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته وبما يليق بشخصه من تقدير واحترام. يشرفني أن أبدأ أنشطتي بهذه المحكمة بأشغال هذه الندوة المباركة المنعقدة في رحاب محكمة الاستئناف بأسف. وفي البداية أهنئ المشاركين والمشرفين على تنظيمها، على اختيار موضوع السلامة التركية، المعالجة الوقائية والقضائية، الذي هو موضوع ذو أهمية وراهنية لمصادفته تخليل اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذه السلامة التي لا تتحقق إلا بتوفر عدة شروط، منها ما يرتبط بالعنصر البشري، ومنها ما يرتبط بالعربات، ومنها ما يتعلق بجهات أخرى. فعلى مستوى العنصر البشري يقصد بالسلامة الطرقية تأهيل كافة مستعملي القرية من سائقين وراجلين ومحمولين. فالسائق ملزم بالتوفر على رصاص السياقة واحترام قوانين السير من علامات المرور وإشارات ضوئية وعدم التطور في القيادة وملائمتها مع ظروف الزمن والمكان وأخذ قسط من راحة دين لآخر وتفادي السياقة في حالة سكر أو تخدير أو بطريقة هوليودية. الراجل ملزم بعدم الاستهتار عند عبور الطريق والانتباه إلى إشارات الضوء والمرور في أماكن مخصصة لعامل الطريق واستعمال الرصيف وتفادي السير وسط السيارات وعدم دخل الأطفال يعبرون الطريق بحاجه. والمحمول ملزم بعدم انقطاع العربات غير مؤهله لنقل الاشخاص او التي في وضعيه غير قانونيه في الزياده في حاله الركاب في عدد الركاب. وعلى مستوى العربات يتعين لتحقيق السلامه الطرقيه ان تكون الحاله الميكانيكيه للسياره في وضعية جيدة وأن تكون خضع الانتظار للفحص التقني بشكل دقيق. أما على مستوى باقي الجهات المعنية بالسلامة الطرقية فيتعين استحضار مدارس تعليم السياقة الملزمة بتعليم الأشخاص قيادة دقيقة ومحكمة. مراكز المراقبة التقنية والتي يتعين عليها التحقق الدقيق من صلاحية العربات للسير مجولاً مراعاة لسلامة الأشخاص وتفادي ارتفاع حوادث السير. البلديات ومصالح التجهيز بخصوص وسائل التشويق والإشارات الضوئية وتوفير طرق آمنة تتضمن رصيف خاص بالرجلين. التشريع إيجاد نصوص قانونية منظمة للسير مجولاً وهو ما توفره عدة نصوص قانونية منها أحكام القانون 55 المتعلقة بملونة سير الطرق والتي جاءت بمستجدات منها ما يتعلق بتطبيق مقتضى
قضايا إطار القانون على مؤسسة تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية ونظام تخصيص النقط لرخصات السياقة وحالة سحبها أو توقيفها أو إرجاعها وإيداع المركبات في المحجز فضلاً عما نصت عليه من غرامات. وهنا لا بد من الإشارة بالمقاربة الأمنية التي يقوم بها رجال السلطة والضرب من أجل ضبط المخالفين وتحرير محاضر المخالفات وكذلك الرادارات التامة، دون أن ننسى تدخل مصالح الوقاية البدنية والمصالح الطبية عند وقوع حوادث السير. فضلاً عن المقاربة القضائية المتمثلة في زجر مرتكب المخالفات وجرى حوادث السير والحكم بتعويض للمتضررين منها، غير أن تحقيق السلامة الطرقية يحتاج فضلاً عن المقاربة السابقة إلى حملات توعية لتوعية الناس بكيفية التعامل مع الطرق ومع إشارة المرور، وهي مسؤولية الجميع من أسرة ومدرسة وإعلام وفعالية المجتمع المدني. كانت هذه سيداتي سادتي مجرد رؤوس أقلام وتوطئة للموضوع، سأقف عند هذا الحد لأترك التفاصيل للسادة المتدخلين متمني لأشغالكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الرئيس. وبالتالي نتحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس الأول، السادة المسؤولون الحضاريون، السادة المستشارون، السادة الورد وكيل عام الملك لدى هذه المحكمة، السادة الضباط والنواب وكيل ملك لدى المحاكم الابتدائية، السيد نقيب هيئة المحامين والسادة أعضاء الهيئة بأسفل، السيدة عميدة الكلية متعددة التخصصات بأسفي، السيد والي الأمن بأسفي، السيد القائد الجهوي للدار الملكي بكل من أسفي والصويرة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السيد المدير الفرعي لهذه المحكمة والرطبة في كتاب الدرس بالرئاسة والنيابة العامة، السيد ممثل المجلس الجهوي للموثقين، السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول، السيد ممثل المجلس الجهوي للخبراء، السيد ممثل المجلس الجهوي للتراجمة، السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، السيد رئيس المجلس الجهوي للنساء، السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام، حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام، كل واحد باسمه وصفته والاحترام الواجب له. تحديدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، تتشرف محكمة الاستئناف بأسف بتنظيم ندوة علمية جهوية حول موضوع السلامة الطرقية المعالجة الوقائية والقضائية، وهي مناسبة نقوم من خلالها كل سنة بالانفتاح على كل القطاعات المعنية لمواجهة آفة حوادث السير والحد من تفاقمها، والتلوين بالمجهودات المبذولة من طرف كل قطاع معني من أجل الحفاظ على السلامة الطرقية. وكذا مناسبة لتقييم المجهودات التي تم بذلها من قبل كل قطاع في مجال الحفاظ على السلامة الطرقية خلال السنة المنصرمة، والوقوف على مكان الخلل والقوة في الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا القطاع، وبسط الإشكالات التي يطرحها القانون المتعلق بمدونة السير ونصوصه التطبيقية للخروج بحلول، وبالتالي لمقاربة وقائية وقضائية لمعالجة الإشكالات المطروحة. وتبقى هذه الندوة العلمية الجهوية مناسبة سانحة لتدارسها والخروج بتوصيات وتقديم مقترحات لحلها. حضرات السيدات والسادة، إن حسن تطبيع مقتضيات مدونة السير سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو بالزجر يقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود
من طرف مختلف القطاعات المعنية لتشخيص مختلف الإكراهات التي تعيق البرنامج الوطني للسلامة الطرقية، واقتراح حلول وبدائل لتجاوزها من خلال اعتماد معالجة وقائية وقضائية، والتي تساعد مما لا شك فيه في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة. ولعل محاور هذه الندوة ستتناول المعالجة الوقائية للسلامة الطرقية من خلال استراتيجية وزارة التجهيز والنقل في مجال السير على الطرق وضمان السلامة الطرقية، وكان دور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة احترام قواعد السير على الطرق، ودور الضابطة القضائية في تكريس السلامة الطرقية، كما سينصب المحور الثاني على المعالجة القضائية من خلال تسليط الضوء على دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية ونجاعة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا السير على الطرق والإشكالات العملية المطروحة، باعتبار أن المؤسسة القضائية مطالبة بالمساهمة بكل جدية في هذا الورش المهم، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي ترم التصدي لآفة حوادث السير وفق استراتيجية منسجمة ومندمجة ومتكاملة. وقد سبق لمحكمة النقد أن قامت بإصدار مؤلف تحت عنوان مدونة السير على الطرق في ضوء قرارات محكمة النقد، والذي تضمن أكثر من 140 قرارا انصبت حول المقاومة القضائية المسؤولة لعدد من القضايا المرتبطة بشروط وقواعد السير على الطريق العمومية وإشكالات روح السياقة والمركبات ومختلف الجنح والمخالفات، سواء منها المتعلقة بسلوك السائق أو المركبة، والإشكالات التي تثيرها جنح القتل غير العمدي وزور غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وكلها مواضيع ترتبط بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتطوير المنظومة المرتبطة بالنقل لتكون المركبات أكثر أمنا في طرق أكثر أمنا وسلام، وعبر إدارة فعالة لتدبير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات. وستكون مناقشة هذه المحاور مناسبة لتحقيق هذه الغاية وتقاسم التجارب بين مختلف القطاعات المعنية وبسط الإشكالات المطروحة التي تواجه كل متدخل في تفعيل أحكام المدونة واقتراح حلول المناسبة لتجاوزها. حضرات السيدات والسادة، إن تخليل اليوم الوطني للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير مناسبة لاستحضار خطورة هذه الظاهرة، إذ تعتبر حوادث السير حربا صامتة ذات كلفة بشرية كبيرة، وتمس بإحدى الحقوق الدستورية الأساسية ألا وهي الحق في الحياة، بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار وخيمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ولا شك أن الوقوف على إحصائيات حوادث السير وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية كفيل بأن يبين أهمية وجدوى الاهتمام بهذا الموضوع لتضافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة كل من موقعه. وفي هذا الصدد أستسمحكم بعرض الإحصائيات بخصوص حوادث السير المسجلة خلال سنة 2021 بمختلف المحافل الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة. فعدد محاضر حوادث السير بجروح وناقشت سنة 2412 محضر كان عدد الضحايا فيها 2583. عدد محاضر حوادث السير المحيطة 128 محضر، عدد الضحايا 138 ضحية. عدد محاضر حوادث السير رعاية مستديمة 6 محاضر، عدد الضحايا 6، ليكون مجموع محاضر حوادث السير المسجلة بالدائرة القضائية 2570 محضرا، ويبلغ عدد الضحايا حوادث السير بالدائرة القضائية 2727 ضحية، كما بلغ عدد محاضر جنح ومخالفة السير 9998 منها 4840 مخالفة السير بواسطة الرادار الثابت. حضرات السيدات والسادة، نتمنى أن تجيب مداخلات السادة المشاركين في إشغال هذه الندوة عن بعض الإشكالات التي أفرزها التعاطي مع مدونة السير من الناحية العملية، كما نأمل أن نخرج من أشغالها بتوصيات واقتراحات.
الأبحاث يمكن اعتماده في التعديل المرتقب لبعض مقتضياتها. وأخيراً أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين والحضور الكريم، وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد وتنظيم أشغال هذه الندوة العلمية الجهوية. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.